طبعا الكلام اللي انتوا هتسمعوه هيزعلكم، ولو كنت انا قلته هتقولوا لي انت مالك خليك في حالك زي ما قال قداسة البابا شنودة. كلام عن الستات وبالذات اللي هم في الاعياد ونشوفهم بيخشوا في الكنيسه بلبس، هتسمعوا من ابونا دلوقتي الموضوع. لكن لو كنت انا قلت الموضوع كنت هتزعلوا مني، تقول لك انت مالك. طيب الحمد لله ان في اب كاهن اتكلم على الموضوع ده، اللبس يا جماعه الحشمه، تعالوا نتمثل بالقديسه العذراء. ما حدش قال لكم اعملوا يعني تبقوا يعني تبقوا لابسين منديل في الشارع، طب على الاقل في الكنيسه، وحتى لو بره الكنيسه برضو، ما دي واجهه لينا. يقولوا علينا ايه؟ صدقوني يعلم ربنا انا بتكسف من بتوع الامن اللي بيقفوا على بيبان الكنيسه، صدقوني يعلم ربنا بشوف عينيهم وهم بيبصوا على يعني على الشعب وهو داخل الكنيسه في الاعياد. طب ده بيقول في نفسه ايه؟ بيقول بصوا داخلين بيت ربنا لابسين ايه؟ انا مش عايز اطول عليكم عشان ما حدش يزعل مني، وبالذات السيدات على دماغي والله انا اسف. يلا بنسمع ابونا بيتكلم على موضوع لبس السيدات داخل الكنيسه، يلا بينا نسمع ونشوف. هحمل شويه على الستات، معلش سامحوني. النهارده الستات بيجوا يلبسوا لبس خليع وللاسف جوه الكنيسه. المحزق والمفتح والمش عارف ايه، انت عارفه يعني ايه شاب يعسر بسببك؟ عارفه يعني ايه شاب يعسر بسببك؟ انت هتسالي امام الله على هذا الانسان. هتقولي لي انا مالي عيني وحشه؟ طب هو عينه وحشه انت هتكمل عليه يعني؟ طب ما ده دم اتدفع فيه دم المسيح. بتلبسي وحش وتعسري شباب ورجاله بلبسك الوحش، هتسالي امام الله عن كل انسان عسر بسببك او اتعسر بسببك. وانت الكتاب قال لك من فضلك لما تدخل الكنيسه غطي راسك. لا انت مش بتغطي راسك، انت كشف جسدك كله، مش راسك بس، ده جسدك كله ما مكشوف. كنيسه حاطه لكم اشربات على الباب يا ستات عشان انت وداخله غطي راسك، ده كلام الكتاب. لكن للاسف احنا مش بنغطي راسنا انما كمان بنكشف جسدنا، احنا مش خايفين. لو خايفين مش بنعمل كده. يا ستات اعملوا حسابكم من العصرة. اي ام افتحي ودانك كويس، بتسيب بنتها تلبس اي لبس خليع، اعملوا حسابكم هتسألي امام الله ازاي لبست اللبس ده. والمصيبة الاكبر لو انت ام نفسك بتلبسي نفس اللبس وبتلبسي اوحش منيها، سواد ليلك يا ويلك وسواد ليلك اذا بتلبسي اوحش من بنتك. وبنتك تتعلم ايه لما انت بتلبسي اوحش من كده؟ كلام للابهات، اي اب شايف بنته او مراته طالعه بلبس وحش مسؤول امام الله على العصره. ليه؟ لانك انت بتثبت انك انت ما عندكش كلمه ببيتك. انت لو عندك كلمه ببيتك لا تخلي مراتك ولا بنتك تطلع بلبس زي كده. يبقى الوحده في العيد بدل ما جايه فرحانه بميلاد الرب يسوع المسيح وفي العيد جايه بالفرحانه، جايه عشان الناس كلها تبص لها او تتمنظر جوا الكنيسه. طب ايه رايكم يوم العيد انا هجيب لكم يوحنا المعمدان هيقف لكم على باب الشارع؟ يا ستات صدقوني مش هيدخل نصكم، نصكم مش هيدخلوا، وهيصرخ في وشكم ويقول لكم يا اولاد الافاعي ما اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي. الان وضعت الفاسه على اصل الشجره، وكل ست تلبس وحش هيجيها يوم وتلقى في النار. مش هيدخل حد، سيبك من يوحنا المعمدان، انت لو عارفه كنت ايام البابا كرولوس ما كانش يدخلك المناوله ابدا. بابا كرولوس ده ما كانش يدخل واحده المناوله بنصكم، بنصكم. انتوا مش خايفين؟ مش خايفين؟ ازاي واحده عامله روج احمر وجايه تتناول يعني؟ ازاي يعني؟ ده ليها يعني كلام عند ربنا. وبعدين الكتاب بيقول يا جماعه خلوا بالكم، خلوا بالكم من الكلام اللي هقوله.
الكتاب مش أنا، الكتاب بيقول أي لبس معصر هو لبس زانيات، ده الكتاب بيقول كده. طب أنت ترضي المسيح يبصلك من فوق يقولك أنت زانية، وتجي على باب الكنيسة وأنت داخلة أنت زانية؟ الكتاب بيقول كده، أي لبس مضيق أو وحش أو مفتح ده لبس زانيات. طب إزاي نعمل كده؟ وبعدين جاي لبس صليب سعادتك، فتح صدرك كده ولبس صليب، ده أنت بتصلب المسيح تاني، بتصلبيه من أول وجديد. النهاردة البت فاكرة نفسها لما تلبس ضيق وتلبس مفتح العريس حيجيها. مين قالك الكلام ده؟ مين قالك العريس حيجيك لما تكوني لابسة ضيق؟ هو العريس الشباب بيتقززوا من المناظر دي، خلوا بالكم يا بنات، الشباب بيتقززوا من المناظر دي. الشاب يبص للبت اللي لابسة ضيق ويبص لها ويشتهيها ويزني معها بعينه، ده آخرته بس، لكن عمره ما يختارها عروسة، لأن دي مش أشكال تتخذ عرايس أبدا على الإطلاق. عشان كده النهاردة ال- 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 البت اللي بتلبس طيق لو فاكرة نفسها إن جسدها عجب لها العريس، حتى لو اتجوزها عريس هتاخد عريس يعني هيوريها الويل. عارفة ليه؟ عشان هيتعامل معك كجسد بس، هو أخذك عشان جسدك لا أكتر ولا أزيد. اوعي تتزيني بذهب ولا ضفاير، لكن زينتك تكون ايه؟ هكذا كان النساء القديمات، الروح الهادي، الوديع، الانسانه بتاعت ربنا اللي ليها علاقه بربنا بحلوه، صوتها واطي، الوديعه الحلوه الجميله اللي هي شبه العذراء مريم، هم دول البنات الايه؟ الحلوين اللي بتوع ربنا. انما البت اللي تتبرج وتتحمر وتتخضر نقدر نقول عليها دي بت ربنا؟ ابدا. عشان كده يا احبائي الاولاد مش ببصوا الا على البنات العفيفات، يقول لك دي اللي تصوم بيتي، دي اللي تربي عيالي، دي اللي تشدني للسماء انا وعيالي. لكن تبص البت لابسه ضيق ولا محزق ولا مفتح يقول دي توديني انا في داهيه انا وعيالي. عشان كده يا احبائي الكتاب يقول ايه؟ امراه فاضله من يجدها ايه؟ ثمنها يفوق اللآلئ. المصيبة الكبرى ان الام نفسها بتلبس وحش، دي اكبر مصيبة. الاب الغايب من البيت اللي مش بيجي الا على النوم، ولا عارف اولاده بيعملوا ايه ولا بناته بيعملوا ايه، انت مسؤول امام الله. الام اللي قاعدة على الفيسبوك اليوم كله يتشوف خبر الدنيا واللي قاله واللي جابه واللي عاده، ولا جايبة خبر عيالها بيعملوا ايه، دي ام دي؟ الام اللي مش ما يهمهاش ما يفرقش معاها الا شعرها ومنظرها ولبسها وتلفوناتها والواتساب بتاعها، وسايبة عيالها يرجعوا يرزعوا ولا اهميهم حاجة. وبعدين تجي تقولوا عيالنا ضاعوا؟ طب عيالنا ضاعوا منين؟ ما ترمي اللوم على نفسك. عشان كده يا احبائي نخلي بالنا، لانه يقول الكتاب ويل لمن تأتي منه العصرات. النهاردة جاية حفلات الكريسماس يا جماعة، والديسكوهات شغالة من الأسبوع الجاي، وحفلات اللي قالوا إيه بيحتفلوا بعيد الميلاد، عيد ميلاد بتاع إيه؟ الميلاد خمرة؟ عيد ميلاد ديسكوهات؟ والنهاردة احتخذوا عيالكم معاكم عشان يشوفوكم بترقصوا؟ ده ويلكم وسويلت ليلكم لو أخذتوا عيل معاكم الحفلة يتعلموه إنه يطلع رقاص ولا يطلع يشوفك بتشرب خمرة. ليه بس يا جماعة؟ انتوا مش خايفين؟ مش خايفين من يوم الدينونة؟ ده يقول النبي يقول مخيف هو يوم الرب، مخيف. مش خايفين تقعوا بين أيادي الله؟